هم كانوا يتحدثون في السابق عن الديمقراطية التي تصدم مصالحهم فحسب، يتحدثون عن الديمقراطية ويتحدثون عن الانقلاب الذي يقوم به الرئيس قيس سعيد، فعن أي انقلاب يتحدثون؟ ألم يقع سحل المواطنين في تونس أيام إبان حكمهم؟ ألم يتم هدر دماء المواطنين وعلى رأسهم الشهيد شكري بالعيد وعلى رأسهم الشهيد محمد البراهمي ولطفي نقض وعديد الشهداء من أبطالنا ومن جنودنا البواسل ومن رجال أمننا وقع الاعتداء عليهم وتقتيلهم هنا في محمد الخامس وفي شارع بورقيبة؟ تلك النفايات السامة التي وقع جلبها من إيطاليا لتكون هنا تونس هنا مطمورة للعوض أن تكون مطمورة للفلاحة وللحبوب كما كانت من قبل تسمية مطمورة روما تسمى، واليوم باتت مصبا للفضلات والنفايات التي تضر بصحة الأمن بصحة المواطن والوطن. وضعوا أطنان من القموح في مصبات الأودية وفي مصبات المياه، حرم منها المواطن ليعاني اليوم المواطن فقدان أغلب ضروريات الحياة، استولوا على القروض من البنوك بالمليارات، لم تسترجع هذه الأموال إلى اليوم، ما زلنا نطالب باسترجاع مقدرات الشعب حتى تعود للشعب وحتى يستفيد منها الشعب. التعيينات والشهائد المزيفة التي تشهدها إداراتنا ومؤسساتنا التي كان يشهد لها بالنقاء، اليوم وجد أساتذة معلمين ووجد ممرضين بدون شهائد وهم يباشرون عملهم كأن لم يكن شيء. هنالك مهندسين أيضا في الفلاحة لهم شهائد مزيفة، تحصلوا على شهائد مزيفة، بالإضافة حتى إلى سلك القضاء ناله هذا الخراب وهذا الفساد. الفساد المستشري في مركز الصناعات الدوائية، كيف أن هنالك أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية أثناء زيارة الرئيس كشفتها زيارة الرئيس الأخيرة لمركز الصناعات الدوائية، وكيف أن الأدوية التي يخالها المواطن مفقودة في المؤسسات العمومية وفي الصيدليات الخاصة، الأدوية عديد الأدوية الحياتية مفقودة. هنالك ربما من يفتعل هذه الأزمات نكاية في الرئيس قيس سعيد حتى يتم تعطيله وحتى يظهرونه للعالم رئيسا فاشلا لا يقدر على تسيير الدولة، وليس برجل سياسة ولا برجل دولة، وهذا لعمري يستهدف أمن المواطن وأمن الدولة التونسية، وهؤلاء واهمون لأن الرئيس قد بدأ حملته في تطهير البلاد. وقبل التنمية وقبل أن نتحدث على التنمية وعلى النهوض بالاقتصاد، لا بد من تطهير البلاد من هذا الأخطبوط ومن هذه الحيتان الكبيرة التي دمرت البلد وخربت كل شيء في البلد وأتت على الأخضر واليابس. نحكيو على الفساد المستشري في صلب المؤسسات العمومية، شنو رأيك يا أستاذ؟ هذا الفساد المستشري في المؤسسات العمومية هو ليس وليد اليوم، وإنما هو تقريبا منذ العشرية السوداء من حكم الترويكا وحكم النهضة بالخصوص. فالفساد استشرى في كل الأجهزة وفي كل ونخر كل مفاصل الدولة تقريبا، من التعليم إلى الصحة إلى الفلاحة إلى كل المؤسسات تقريبا، حتى أن هنالك بعض الأشخاص ما زالوا يتقاضون رواتب وهم من بين الأموات، ورواتبهم ما زالت على قيد الحياة إلى اليوم، وتذهب هذه الرواتب إلى جيوب الحيتان الكبيرة التي نهبت وخربت البلاد على امتداد أكثر من عشرية كاملة. فالحيتان الكبيرة ورؤوس الأموال نهبت الدولة نهبا ليس كمثله نهب على جميع الأصعدة، استولوا على القروض من البنوك بالمليارات، لم تسترجع هذه الأموال إلى اليوم، ما زلنا نطالب باسترجاع مقدرات الشعب حتى تعود للشعب وحتى يستفيد منها الشعب. ولاحظنا كذلك هذا الفساد المستشري في مركز الصناعات الدوائية، كيف أن هنالك أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية أثناء زيارة الرئيس كشفتها زيارة الرئيس الأخيرة لمركز الصناعات الدوائية، وكيف أن الأدوية التي يخالها المواطن مفقودة في المؤسسات العمومية وفي الصيدليات الخاصة، الأدوية عديد الأدوية الحياتية مفقودة. هذه عينة من الفساد، وهذه عينة كبيرة من الفساد، هذا إضافة إلى
التعيينات والشهادات المزيفة التي تشهدها إداراتنا ومؤسساتنا التي كان يشهد لها بالنقاء وبحسن النوايا، اليوم وجد أساتذة معلمين ووجد ممرضين بدون شهادة وهم يباشرون عملهم كأن لم يكن شيء، بالإضافة إلى أن هنالك مهندسين أيضا في الفلاحة لهم شهائد مزيفة، تحصلوا على شهائد مزيفة، بالإضافة حتى إلى سلك القضاء ناله هذا الخراب وهذا الفساد. وأنت تعرف عملية الفساد وعملية تخريب البيئة في تونس وتلك النفايات السامة التي وقع جلبها من إيطاليا لتكون هنالك تونس هنا مطمورة عوض أن تكون مطمورة للفلاحة وللحبوب كما كانت من قبل تسمية مطمورة روما تسمى، واليوم باتت مصبا للفضلات والنفايات التي تضر بصحة بصحة المواطن والوطن. كذلك ما تم في عهد السيد وزير الفلاحة الأسبق كيف وضعوا أطنان من القموح في مصبات الأودية وفي مصبات المياه، حرم منها المواطن ليعاني اليوم المواطن فقدان أغلب ضروريات الحياة، أغلب المواد المعيشية من حليب وقهوة وسكر وغير ذلك، ويفتعلون هذه الأزمات. هنالك ربما من يفتعل هذه الأزمات نكاية في الرئيس قيس سعيد حتى يتم تعطيله وحتى يظهرونه للعالم رئيسا فاشلا لا يقدر على تسيير الدولة وليس برجل سياسة ولا برجل دولة، وهذا لعمري يستهدف أمن المواطن وأمن الدولة التونسية. وهؤلاء واهمون لأن الرئيس قد بدأ حملته في تطهير البلاد، وقبل التنمية وقبل أن نتحدث على التنمية وعلى النهوض بالاقتصاد لا بد من تطهير البلاد من هذا الأخطبوط ومن هذه الحيتان الكبيرة التي دمرت البلد وخربت كل شيء في البلد وأتت على الأخضر واليابس، أتت على الأخضر واليابس كالنار تأتي على الهشيم. هؤلاء الذين تورطوا في خراب الدولة هم نفسهم الذين يحاكمون اليوم والذين يستدعون للتحقيق معهم في المحاكم وفي قصر العدالة. لماذا؟ هم كانوا يتحدثون في السابق عن الديمقراطية التي تصدم مصالحهم فحسب، يتحدثون عن الديمقراطية ويتحدثون عن الانقلاب الذي يقوم به الرئيس قيس سعيد، فعن أي انقلاب يتحدثون؟ ألم يقع سحل المواطنين في تونس أيام إبان حكمهم؟ ألم يتم هدر دماء المواطنين وعلى رأسهم الشهيد شكري بالعيد وعلى رأسهم الشهيد محمد البراهمي ولطفي نقض وعديد الشهداء من أبطالنا ومن جنودنا البواسل ومن رجال أمننا وقع الاعتداء عليهم وتقتيلهم هنا في محمد الخامس وفي شارع برقيبة، ودفع المواطن ضريبة ثورة فاسدة استغلتها أطراف أخرى وركبت على الحدث وتولت أمر السلطة، ولكن لم نرى منهم شيئا يذكر إلا هذا الخراب والفساد. واليوم يتحدثون ويتشدقون بالحديث عن الديمقراطية وعن أمن المواطن وعن هيبة القانون، ولست أدري بهذه التعليلات